السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم كيف نعمل هالورد الورقي على شكل السيمي سيركل. درج آخر فترة رح روح على بروجكت ودور على شيء اسمه بيبر فلاورز. في عندي كذا شكل، رح اختار هذا الشكل. بشيل الأوراق اللي ما بدي إياها وبضرب بس اللي بدي إياه، بعمل دوبليكيت، بدي أقصها على كامل الـ A4. بعدين بعمل لهم سوا التاش. هلا هون بظبط السايز، بص بختار كارت ستوك بلاس اللي استخدمته انا 180 جرام. بعد هيك بعد ما قصيتهم بتعشنوا بهاي الطريقة. بعد هيك حبلش جمعهم كل قطعتين فوق بعضهم، مش اكزاكتلي بنعملها هيك، روتيت شوي لبين الكمان بثلاث وبضمها وبلزقهم بالصمغ. نفس الشي رح اعمل على كافة السيمي سيركل.